قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، العقيدة وأثرها في السلوك. تأتي أهمية العقيدة من مصدرها، ومصدرها الله خالق السماوات والأرض، وتأتي أهميتها من أثرها في السلوك الإنساني. العقيدة دعوة جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العقيدة إذا فسدت لا يقبل عمل، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العقيدة شجرة لها جذور ولها ساق ولها أوراق ولها ثمار. ثمار العقيدة الأخلاق والعبادات والمعاملات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كثير من الأحكام العملية يأتي مقترنا بالإيمان بالله واليوم الآخر ليحمل المسلم على الالتزام بأوامر الله تعالى. والإيمان له أركان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحينما يخاطب الله تعالى المؤمنين بالتكاليف
يختصر الأركان الستة في ركنين أساسيين: الإيمان بالله واليوم الآخر. فحينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن أحكام الطلاق قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. وحينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن عدة المطلقات قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وحينما تكلم عن تحريم الربا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وحينما تكلم ربنا عن الإنفاق قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وحينما تكلم عن التحاكم إلى الله ورسوله قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحينما تكلم عن عمارة المساجد قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وحينما تكلم عن الجهاد في سبيل الله قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وحينما تكلم عن إقامة الحدود قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحينما تكلم عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحينما تكلم عن الولاء والبراء قرن ذلك أيضا بالإيمان بالله واليوم الآخر. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اشتد ذلك على المسلمين. فمن كان عنده يتيم عزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فإذا فضل من اليتيم شيء إن أكله وإلا فسد. فشق ذلك عليهم وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، لكن أنت آمنت بأن الله رقيب وشهيد وعليم وخبير وسميع وبصير سيكشف ما تفعله، والله يعلم المفسد من المصلح. مراقبة الله، العقيدة هي التي ستكشف من يريد إصلاحا باليتيم ممن يريد إفسادا.
وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. سلطان العقيدة أقوى من سلطان القانون. سلطان العقيدة يراقب الظواهر والبواطن والجليات والخفيات والسرائر والعلنيات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يعلم الله سبحانه وتعالى يكشف بعد ذلك ما تفعله الخلائق المخيرة في أفعالها، يعلم ما كسبتم ما جرحتم بالنهار. العقيدة، سلطان العقيدة أقوى من سلطان القانون، لأن سلطان العقيدة في كل وقت من الأوقات، وهو معكم أينما كنتم. سلطان القانون ليس معك في كل الأوقات. سلطان العقيدة إلزامه إلزام طوعي، والقانون إلزامه إلزام قهري. إذا اجتمعت العقيدة مع عقوبات الشريعة منعت كل الفساد، وليس بالقانون وحده ينتهي الفساد. سلطان العقيدة لا يمكن الإفلات منه ولا التحايل عليه، والقانون يمكن الإفلات منه والتحايل عليه. ربما يقول قائل: ما ممكن أيضا التحايل على الشريعة بدليل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، وإذا تبايعتم بالعينة حيلة لأكل الربا، ولعن الله المحلل والمحلل له حيلة، ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها حيلة. الحيلة موجودة مع القانون ومع الشريعة. نقول صاحب العقيدة ليس معه حيلة على الله. صاحب العقيدة الذي يراقب الله تعالى في السر والعلانية لا تصدر منه الحيل. فسلطان العقيدة أقوى من سلطان القانون. الصحابة رضي الله عنهم تربوا على الإيمان بالله واليوم الآخر، فجعل منهم الإيمان مدرسة أخلاقية وتربية نفسية حملتهم على فعل الفضائل وترك الرذائل. وكان في عهد الصحابة من سقط سقطة ولم تره عين حملته النفس الأمارة بالسوء، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، لقد ارتكبت ذنبا فطهرني. يقول له: طهرني، وهو يعلم مدى العقوبة التي ستقع عليه، لأنه يريد بهذه العقوبة أن ترفع عنه العقوبة عند الله في اليوم الآخر، وهو يعلم شدة هذه العقوبة في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للملاعنة قبل اليمين الخامس: اعلمي أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا يفطن لهذا إلا من آمن بالله واليوم الآخر. نماذج واقعية
من فعل العقيدة في النفوس. قال أسلم: صاحبت عمر بن الخطاب وكان يتعسس في المدينة فأصابه إعياء فارتكن إلى جانب جدار بيت، جلس يستريح في جدار بجانب جدار بيت، فسمع في البيت امرأة تقول لابنتها: يا صبية قومي امزقي اللبن بالماء، اخلطي اللبن بالماء. فقالت الصبية: يا أماه، أما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ فقالت: يا بني، وما كانت من عزمة أمير المؤمنين؟ قالت: أرسل مناديا ينادي في المدينة أن لا يشاب اللبن بالماء. فقالت الأم: يا بني، إنك في مكان لا يراك فيه عمر، فقوم اخلط اللبن بالماء. فقالت لها الصبية: يا أماه، ما كنت لأطيعه في العلانية وأعصيه في السر، ما كنت لأطيعه في العلانية وأعصيه في الخلاء. وعمر يسمع كل ذلك. عمر بن الخطاب خطب هذه الصبية لابنه عاصم، فأنجبت بنتا، هذه البنت كانت جدة لعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الذي سار على سيرة جده من جهة الأم عمر بن الخطاب. لما عمر بن عبد العزيز صادر أموال الأمراء من بني أمية وضعها في بيت المال ووزعها للمسلمين، قال الأمراء بعضهم بعض: ها هذا الذي جاءكم من النسب، من نسب بيت ابن الخطاب، تحملوا ما يفعل بكم لأنكم نسبتم بيت ابن الخطاب، فجاءكم من نسله ما يفعل معكم فعل عمر في رعيته. عبد الله بن دينار يقول: صاحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر من المدينة إلى مكة، فعرسنا ببعض الطريق، استراحة في بعض الطريق، فهبط علينا من الجبل راعي غنم ومعه غنم، فقال له عمر: يا راعي الغنم اعطنا شاة. فقال: يا سيدي، ليست ملكي، انها ملك سيدي. فقال له عمر بن الخطاب وهو يختبره: اعطنا شاة بالثمن، فاذا سألك سيدك قل له اكلها الذئب. فقال له الراعي: واين الله يا سيدي؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال: نعم، واين الله؟ ثم اشترى العبد واعتقه، وقال: هذه الكلمة اعتقتك في الدنيا، واني لأرجو من الله ان تعتقك يوم القيامة من النار. يقول سعيد بن جبير: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعسس في بعض سكك المدينة بالليل، فسمع امرأة فوق سطح بيت تنشد وتقول: لقد تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصونني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فطرق الباب، قالت المرأة: من؟ قال: عمر بن الخطاب. قالت له: لست عمر. فعلى بصوته وقال: أنا عمر. فلما علا بصوته أدركت أنه عمر، ففتحت الباب: ماذا كنت تقولين؟
قلت كذا وكذا وكذا، أين زوجك؟ قالت خرج في الجهاد في سبيل الله. فرجع عمر بن الخطاب إلى حفصة ابنته، يا حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت ما بين 4 أشهر و6 أشهر. فكان عمر بن الخطاب يعيد الجنود إلى زوجاتهم في هذه المدة، وهي موافقة لما قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقول أنس بن مالك فيما رواه ابن كثير: كنت أدير الكأس، كأس إيه؟ كأس الخمر، قبل تحريم الخمر، كنت أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من الشراب، ثم سمعنا مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس: فما خرج أحدنا وما دخل علينا داخل حتى أرقنا الخمر وكسرنا القلال، ومنا من توضأ ومنا من اغتسل، ثم أصبنا طيبا لأم سليم وخرجنا بعد ذلك إلى الصلاة. كلمة واحدة: ألا إن الخمر حرمت، انتهت الخمر من حياة هؤلاء الصحابة. ولما نزل قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. بسطر واحد من القرآن انتهت قصة الخمر. لماذا؟ لأن المشرع هو الله خالق البشر، ولأن المستقبل يؤمن بالله واليوم الآخر. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحريم الخمر سنة 1919، وأنفقت 60 مليون دولار في بيان مفاسد الخمر في شتى وسائل الإعلام، وصادرت من الأموال 400 مليون، وقتلت في 14 سنة 300 شخص عشان تمنع الخمر. 300 شخص. وسنة 1933 أباحت الخمر. ما ازداد الشعب الأمريكي إلا عناد وإصرار على شرب الخمر. ما الفرق بين الموقفين؟ الفرق أن الأول تشريع رب البشر للبشر، وهذا تشريع من البشر للبشر، ما أنت زي زيك وأنت ندي ليه. والأمر يعظم بتعظيم الآمر، الأمر يعظم بتعظيم الآمر، والآمر هو الله. زائد هناك إيمان باليوم الآخر، وهناك عقوبات أبدية ليس لها نهاية في اليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعهد الله لمن شرب الخمر في الدنيا أن يسقيه يوم القيامة من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، ما يسيل من جلود ولحوم أهل النار، يجري في أخاديد يشربه من كان يشرب الخمر في الدنيا. ومن امتنع عن خمر الدنيا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه،
وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الآخرة ما فيهاش دوار الرأس والصداع ولا غياب العقل، أو عسل مصف وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. الفرق أن ما حدث في أمريكا كان بقانون من بشر لبشر، والتشريع من رب البشر للبشر. في فرق أن المستقبل للأمر عند الإسلام يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا عايش للدنيا ليس على باله يوم آخر، عاوز يستمتع بأي حاجة ولو كانت بالخمر. فسلطان العقيدة أقوى من سلطان القانون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اجتمعت القوى السياسية في مصر وأخرجوا بيانا ليبلغوه للرئيس القادم، يقولون نريد دولة مدنية ليس لها مرجعية دينية، نريد دولة مدنية ليس لها مرجعية دينية. أقول للقوى السياسية راجعوا دينكم، راجعوا إيمانكم، القبر أمامكم، وقد بلغتم من الكبر عتية. سيسأل كل واحد منكم في قبره من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، ستسألون عما طلبتم من عدم المرجعية الدينية. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وفي الحديث القدسي قال ربنا عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ما معنى دولة مدنية ليس لها مرجعية دينية؟ تعرفوا معناها إيه؟ معناه أن الله تعالى يملك ولا يحكم، معناه كده الله يملك، خلق الخلق ورزقهم لكن لا يحكمهم الله. انتزاع خصائص الألوهية من رب السماوات والأرض، الذين يريدون انتزاع هذه الخصائص أنفاسهم بيد الله سبحانه وتعالى، أنفاسهم بيد الله، الذي يريدون منعه من أن يحكم في خلقه. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أليست هذه تساوي أخلق ويحكم غيري؟ تساوي أخلق ويحكم غيري. أهل الجاهلية شرعوا لأنفسهم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا،
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. كانوا يشرعون لأنفسهم، وأهل الكتاب كذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والنبي فسر الآية لعدي بن حاتم قال يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فتلك عبادتهم إياهم. والمسلمون من يشرع لهم؟ الله. والمسلمون من يشرع لهم؟ الله. إذا سألت هؤلاء العلمانيين والقوى السياسية، سألت أحدهم هل تحب ربك الذي خلقك ورزقك وأسكنك وزوجك وأعطاك الذرية وأعطاك المراكب لتركب وأنعم عليك النعم الظاهرة والباطنة، هل تحب هذا الإله؟ يقول لك طبعا طبعا، مين يكره ربنا الذي أنعم علينا بكل هذه النعم؟ والله تعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما علامة هذا الحب؟ أن تعظم ما عظم الله، أن تحقر ما حقر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. من أحب الله يعظمه، من أحب الله عظم حرماته، من أحب الله عظم شعائره. تعصى الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المؤمنين وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا ومن بعد العسر يسرا ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.